مهم جدا بقى بالنسبه لي ان انا اعرف ازاي اوصف فلتر. اوكي، فاحنا بيسكلي احنا يعني في الاندر جراديت كورس بتاع الدي اس بي ما بنهتمش قوي ان احنا نعرف ازاي بالتفاصيل بتاعه الامبلمنتيشن او بتاعه الديزاين بتاع الفلتر عامله ازاي. احنا عايزين دلوقتي نستعمل مات لاب مثلا عشان يساعدنا ان احنا نعمل ديزاين لفلتر. فكل اللي احنا محتاجين نعرفه في الوقت الحالي هو ازاي ان احنا نوصف فلتر. اوكي، فبيسك لازم نحط الماجنتيود ريسبونس بتاعنا. اوكي، بيتحط بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده. بيبقى عندنا حاجه اسمها باس باند، بيبقى في عندنا حاجه اسمها ستوب باند، بيبقى في عندنا حاجه اسمها ترانزيشن زون او ترانزيشن باند هنا اللي في النص بين الاثنين. الباس باند بحط له مواصفات الماجنتيود بتاعه، ماجنتيود ريسبونس بتاعه يبقى يعني بين واحد وبين دلتا 1. هو طبعا يعني ممكن يبقى قريب قوي من واحد، صعب قوي ان احنا نخليه او مستحيل معنى صح ان احنا نخليه بالظبط واحد. اوكي، فاحنا بنخليه بين واحد وبين دلتا 1. دلتا 1 دي ممكن نخليها مثلا 0.95، ممكن نخليها 0.99، ممكن نخليها 0.999 زي ما احنا عاوزين. بس نخلي بالنا ان احنا كل ما احنا بنخلي الدلتا 1 دي قريبه من الواحد كل ما الاوردر بتاع الفلتر بيزيد، كل ما الكومبيتيشنز او يعني الكوست بتاعه في الحسابات ممكن ان هو يبقى ازيد. اوكي، فاحنا بنحط الحاجه اللي احنا شايفينها معقوله ويبقى اكسبتبل بالنسبه لنا ويبقى هي دي كفايه. فبنحط المواصفه بتاعتنا ان احنا في الباس باند الامبليتيود بتاعنا يبقى او الماجنتيود ريسبونس بتاعنا يبقى بين دلتا 1 وبين 1. اوكي، في من 0 لغايه اوميجا باس. طب انا بتكلم هنا على لو باس فلتر، لما بتكلم على اي حاجه تانية، لو بتكلم على مثلا هاي باس فلتر، بتكلم على اي حاجه تانية، بتكلم على الباس باند بتاعته هي اللي فيها الايه المواصفات دي. يعني هنا مثلا بتكلم على هنا باس باند بتاع هاي باس فلتر، يبقى بحط هنا الفريكوانسي باند اللي انا عايزها، بدل ما بحطها من 0 لغايه كذا، لا هتبقى من كذا لغايه ايه لغايه باي. اوكي، فحسب بقى الفلتر بتاعنا بنحط المواصفات بتاعت الفريكوانسي ريسبونس هنا. انا بتكلم على within الباس باند. اوكي، الامبليتيود عامل ازاي؟ ده هي يونيفرسال من 1 لدلتا 1. الستوب باند نفس الكلام. الستوب باند بقى بنحتاج ان احنا نوصف حاجه واحده بس اللي هي الدلتا 2. اوكي، انا عايز اتاكد ان الريسبونس بتاعي في الرينج بتاع اللي بعمل فيه ريجكشن للفريكوانسي دي بقى اقل من حد معين، ما يبقاش يعني اقصى حاجه ممكن يوصل لها يبقى دلتا 2. دلتا 2 دي انا ممكن احطها مثلا 0.1، ممكن احطها 0.01 زي ما انا عاوز بقى. اوكي، وبوصف برضو في الستوب باند دي بوصف امتى تبتدي، لان امتى تبتدي دي اللي هي الاوميجا ستوب، دي بتحدد لي الترانزيشن باند عامله ازاي. كل ما انا خليت الستوب باند او البدايه بتاعت الستوب باند دي قريبه من النهايه بتاعت الباس باند، كل ما كان الفلتر اوردر بتاعي لازم هيعلى. كل ما خليت الدلتا 2 دي اقل يعني قيمتها اقل، كل ما خليت برضو الاوردر بتاعي هيعلى. يعني كل ما انا حاولت اخلي الفلتر بتاعي شكله شبه الايديال فلتر اللي هو عباره عن حاجه شكلها كده يعني جيت كده، يعني في منطقه بتبقى الريسبونس اكزاكتلي واحد ومنطقه ثانيه بعديها على طول الريسبونس بتاعها زيرو، كل ما كان بقى الاوردر بتاعي ممكن يعلى جامد جدا جدا جدا. وبراكتيكالي الكلام ده ما هواش بيبقى مفيد قوي. يعني انا لو خدت المواصفات بتاعتي معقوله بتديني اوردر بيبقى فعلا بيبقى فيري افيشنت كويس، وفي الوقت نفسه البرفورمانس بيبقى براكتيكالي بيبقى ده زيه تقريبا زي الايديال.